رئيس مجلس القيادة يعزي القيادة السعودية بوفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكذلك يعزي محافظ البنك المركزي الأسبق بوفاة شقيقه. اللواء عيدروس الزبيدي يطلع على جهود منظمات الأمم المتحدة لتوفير حلول مستدامة لمشاكل النزوح. بعد زيارة خارجية، اللواء الركن البحسني يصل إلى مدينة المكلا. الحوثيون يحيون ذكرى عاشوراء، وقائدهم الكهنوتي يواصل تهديداته الرنانة لدول التحالف العربي. المحافظ بن ماضي والوزير الإيراني يطلعان على نشاط مؤسسة حضرموت تنمية بشرية، ويشهدان عرض فكرة تطوير المواسم الحضرمية.